بسم الله والحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن والاه. أخي وأختي في رمضان ومع الصيام احنا نتعلم شيء مهم ما هو؟ أنك تعيش بذاتك تعيش شخصيتك لذلك الصيام ما في تمثيل على أحد. انت تصوم تريد وجه الله عز وجل، كذلك نقول لك الحياه كلها عيش شخصيتك، لماذا نتقمص شخصيات الاخرين؟ لماذا الانسان يعيش تحت وطأة ما يريده الاخرون، بل عش انت كما تريد، ولذلك من المشاكل اللي نعيشها اليوم حب المظاهر والتظاهر خصوصا عن طريق السوشيال ميديا. صار الواحد يحاول دائماً يصور نفسه أنه سعيد ويصور نفسه أنه يضحك ويصور نفسه أنه مستمتع وقد يكون عنده شيء من الأحزان كان اولى به ان يتفرغ لحل هذه المشاكل ويعيش الفرح الحقيقي كان اولى بنا ان بدل من ان نصور انفسنا ونحن في بلد فلاني وفي مكان فلاني اننا فعلا نفتش عن تطوير ذواتنا لا يلزم ان نتظاهر للناس حتى يعلموا اننا نعيش في سعاده او اننا نعيش كما يعيشون بل بد ان نحقق سعادتنا الحقيقيه فيما بيننا وبين انفسنا هكذا نتعلم من رمضان فانت تصوم امام الله عز وجل بذاتك امام مولاك وكذلك عش كل حياتك بذاتك لسعادتك لمراداتك الحقيقيه التي تريدها مع الله عز وجل ولا تتقيد بما يريده الاخرون بل حتى انت يا من وفقت لطريق الاستقامه والالتزام لا تكن استقامتك والتزامك بالدين فقط تاثرا من البيئات التي تعيشها بل لتكن قناعات ولتكن على الطريق الذي انت ترى انه هو هدي محمد صلى الله عليه وسلم كما اتضح لك من الكتاب والسنه لا كما يريد زميلك وصديقك فإن كل الطرق تؤدي إلى مكة ما دام أنها لا تخرج من منهاج الكتاب والسنة وطريقة المصطفى صلى الله عليه وسلم أسأل الله أن يقبلنا وأن يجعلنا من أولياء الصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد